بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين ما بعد. فإن أعظم ما تقضى به الأوقات وتعمر به الساعات تدبر كتاب الله سبحانه بحمده، ففيه الهدى والنور والشفاء لما في الصدور، بل يرعاكم الله ما أنزل كتاب الله عز وجل إلا من أجل تدبره. يقول سبحانه بحمده: كتاب أنزلناه إليك مبارك لما ليدبروا آياته. فالمقصود إذن تدبر كتاب الله عز وجل، فإن تدبر كتاب الله سبحانه بحمده يكون هدى وشفاء ورحمة لعباده المؤمنين. فإن العبد إذا تدبر كتاب الله سبحانه بحمده زاد إيمانه وعرف ربه وآمن بصفات كماله ونعوت جلاله وتنزيه سبحانه، بل وعرف الطريق إلى جنته ورضوانه وجانب عصيانه سبحانه بحمده، بل سبحانه بحمده ذم من أعرض عن كتاب الله عز وجل تدبرا ووبخهم وأنبهم أشد تأنيب، كما قال سبحانه بحمده وقد وصف حالهم بأنهم يستحل هدايتهم إذا كانوا على هذه الحال. قال سبحانه بحمده: أفلا يتدبرون القرآن؟ انظر لهذه أو لهذا الأسلوب الذي فيه من الزجر والتخويف والترهيب. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فتدبر كتاب الله عز وجل هو الذي يجعل العبد يمتثل أمره ويهتدي بهديه ويعمل بمقتضاه. فتدبر كتاب الله عز وجل هو التعرف والتأمل في معانيه والتفكر والحدق فيه ومعرفة مبادئه وعواقبه ولوازم ذلك. فكلما زاد العبد تدبر زاد إيمانه وهداه، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: تدبر كتاب الله إن رمت الهدى. فالعلم تحت تدبر القرآن. واعلموا يا رعاكم الله أن القرآن له أثر عجيب وعظيم على كل شيء، على المؤمن وعلى الكافر وعلى الجمادات وعلى الجن وعلى غير ذلك. ولعلنا أيها الأحبة نضرب صورة من ذلك. ذلكم أن الله سبحانه بحمده يقول في كتابه: لو أنزلنا هذا القرآن. تأمل كيف الله سبحانه بحمده ذكر هذه الآية: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. هذا الجبل الأصم الأشم العظيم، انظر كيف يكون حاله إذا نزل عليه كتاب الله، عليه كتاب الله عز وجل. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أرأيتم كيف حال هذا الجبل كان بنزول كتاب الله عز وجل؟ بل انظروا لما صنع كتاب الله عز وجل في حال من كان على شركه. هذا جبير بن مطعم كان ابن شركه، قد خرج من مكة قاصدا المدينة ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم في أسرى بدر. فلما وصل المدينة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب، فاستمع وجلس حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته. فإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب: والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. وهذا العربي يسمع ويعرف حتى بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم، حتى بلغوا أم خلقوا من غير شيء أم هم خالقون. قال جبير: كاد قلبي أن يطير، أي كدت أن أموت، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. فانتقل من كفر إلى إيمان. بل عتبة بن الربيع لما أتى إلى نادي قريش ورآهم يخوضون في ما صنع وما يفعل محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: دعوا أو خلوا بيني وبينه،
أنا أكفيكم إياه. فانطلق يمني نفسه أنه سيثني النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته بما أعد له من عطيات وأمور يقدمها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتى وجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ألك أن تسمع مني؟ قال: قل يا أبا الوليد. فقال: يا محمد، لقد أتيت بشيء لم يأتي به أحد من قبلك، فرقت بين أبنائنا وسفهت أباءنا وسببت آلهتنا، وبدأ ينال من جناب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت لم يقاطعه صلى الله عليه وسلم عليه: إن أردت مالا أعطيناك حتى كنت أكثرنا مالا، وإن أردت جاها وإن أردت. والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت. رأيت من الأدب الجم حتى إذا فرق قال: أفرغت أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: إذن اسمع. فانظر ماذا قال له. لم يقل تلك الخطبة المطولة التي فيها من البلاغة وجوامع الكلمة، وهو كذلك وهو أهل لها صلاة ربي السلام عليه، وإنما ذكر له سورة فصلت: حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته، قرآن عربي لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا. فوضع ذلك الرجل يديه خلف ظهره وجعل منصتا لكلام الله عز وجل، حتى بلغ قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع يده على في رسول الله، قال: أناشدك الله والرحمة ألا تكمل. ظن بأنه قد وقع عليه العذاب. أرأيتم كيف أثر فيه القرآن؟ أرأيتم كيف القرآن أثره عظيم؟ ولو استزدنا لا طالبنا المقام، لكن هذا هو كتاب الله عز وجل. إذن التدبر هو نعيم العبد وصلاحه، أن يتدبر كتاب الله ويعرف ما فيه من أحكام وهدايات، فيمتثل ويهتدي ويمتنع عما حرم الله عز وجل. لذلك من صور التدبر وضروب التدبر قصص القرآن، في قصص الأنبياء والأصفياء الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى لحمل رسالاته، فقد عانوا ما عانوا، وقد كابدوا ما كابدوا، وواجهوا أقوامهم وطالهم ونالهم من أذى والوباء والشدة، وحتى أخذوا حظا عظيما من ذلك، وهم قد صبروا على ذلك حتى كان الأمر عاقب لهم وفلاح، وكان عاقبة من عادوهم الخسران والعياذ بالله. ومن تلكم القصص قصة يوسف عليه السلام، والذي دعانا إلى انتخابها واختيارها عدة اعتبارات. أولى هذه الاعتبارات أيها الأحبة، ما وصفت به الصورة، فإن الله عز وجل قد وصمها ووصفها بأنها أحسن قصص كما ذكر بعض المفسرين ذلك، فهذا أدعى للاعتناء بها ولما حوت من طياتها وأحداثها وقاعها، شيء الذي فيه من الهدايات والدلالات الذي يصلح به العبد ويفلح في دنياه وآخرته. كذلك من الاعتبارات أيها الأحبة، ما عالجت هذه الصورة من مجالات شتى وصور عظمى، من علاقات الإنسان مع مجتمعه ومع أسرته ومع أقاربه ومع أصحابه ومع أحواله، بل فيها من الزكاء والنقاء والتهذيب، الشيء العظيم الذي يدعو الإنسان إلى أن يتأملها ويقف مع ما فيها من آيات عظيمة ودلالات كبيرة يهتدي بها العبد. بل كذلك من الاعتبارات التي دعتنا إلى اختيارها أنها نزلت أيها الأحبة في زمن كان من أشد السنوات التي طالت النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حمى عمه أبي طالب قبل وفاته، فكان لا تنال منه قريش ولا تصل إليه. فلما مات أبو طالب نالت من قريش من محمد صلى الله عليه وسلم وطالته وطاله من أذى الشيء العظيم، حتى شدت وطأتها على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، حتى أذن صلى الله عليه وسلم عليه لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة من شدة وطأة قريش وعذابهم على هؤلاء. وفي خضم هذه الأحداث العظيمة والمحزنة والمؤلمة كماذا حدث؟ توفيت زوج النبي صلى الله عليه وسلم عليه، خديجة رضي الله تعالى عنها، تلك الزوج الرؤوم الرؤوف التي كانت تسانده وتعاضده وتخفف عنه وتبلغ كذلك أو ترشده ببعض آرائها، تلك الزوجة التي كانت
في أعظم أوقاتها معه، مات في هذا العام، فسمي هذا العام عام الحزن لما صام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزلت هذه الصورة تسلية وتخفيفا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لكل مؤمن صابه من البلاء والوباء والشيء العظيم. كذلك من ضمن الاعتبارات أيها الأحبة لاختيار هذه الصورة أن نجد في هذه الصورة تلازما عميقا وارتباطا وثيقا بين الشدة والفرج. تأمل في هذه الصورة من أولها إلى آخرها قصة هذا النبي، ما تجد عسرا إلا يعقبه يسر، ما تجد ضيقا إلا يعقبه فرج. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وإن مع الفرج وإن الفرج مع الكرب. فيدل ذلك على أن الإنسان إذا أنابته وصابته الخطوب والأمور أن الفرج قريب ولو اشتد. فإن هذا نبي الله عز وجل يوسف عليه السلام قصابه وما صابه وناله ما ناله، مع ذلك كان الفرج قريبا، فكان عاقبة ذلك خير. كذلك من ضمن الاعتبارات أيها الأحبة أن سنة الله تعالى لا تتبدل ولا تغير. سبحانه وتعالى سنة الله الكونية لا تتبدل. ومن سنة الله الكونية أن المؤمن مبتلى. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، سيصيبك ما أصاب غيرك. وانظر لهذا النبي الكريم، ابن النبي الكريم، ابن النبي الكريم، ابن خليل الرحمن، ماذا حدث له في طيات هذه القصة؟ أخذ من بين يدي والديه، كان صغيرا بلا ذنب، ثم وضع في تالي ذلك الجب، ثم أخذ وبيع بدراهم معدودة ببخس من الأموال. ثم لما كان في منزل ذلك السيد وأرادت زوجه تلك أو زوج السيد أن تناله في عفته وشرفه، امتنع واستعاد بالله عز وجل، ثم سجن وما كثف السجن بضع سنين. كل ذلك حدث لمن؟ لنبي كريم ومقام علي، ومع ذلك ناله ما ناله من هذا الأذى. أفلا يكون ذلك تخفيفا وتنفيسا وترويحا عن ذلك المؤمن الذي أصابه أقل من ذلك بكثير؟ بلى وربي، إذا هذا الذي ناله ما ناله في هذه الأحداث التي ربما لو وقعت لأحد لربما زجع صابه ما صاب من هلع والفزع والعياذ بالله. وأما هذا النبي صبر واحتسب. كذلك من ضمن الاعتبارات أيها الأحبة أن من تخلق وتحلى بالصبر كان عاقبته خير. ولو تأملت في هذه الأحداث أن كان ذلك النبي كان في صبر واحتساب. وكذلك يعقوب عليه السلام صبر جميل حتى كانت نهايتهما سعيدة. فمن تخلق بالصبر وتحلى به وأصبح دثاره كان عاقبته حميدة ونهاية سعيدة. يا ربي، فإن الصبر عاقبته حميدة ولا ريب. وهذه بعض الاعتبارات جعلتنا ننتخب هذه الصورة أن نكون نقف معها ونتأمل في مواقفها وأحداثها، نهتدي بما فيها من الهدى والنور، ونتبع فيها ما فيها من إرشادات وتوجيهات ربانية عظيمة. لعلنا نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله تعالى في لقاء قادم بإذن الله تعالى. نسأل الله أن ينفعنا ما قلنا وجعل الحجة لنا وزغنا العلم النافع والعمل به. الحمد لله رب العالمين.